بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا رسائل أسرية. ضيفنا اليوم الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف الكمالي، أستاذ الفقه في قسم الدراسات الإسلامية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اليوم الدكتور راح يكلمنا عن مسائل مهمة في الطلاق لازم كل واحد يعرف، مثل كلام الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. حياك الله دكتور عبد الرؤوف في برنامجنا رسائل أسرية. الله يحييكم ويبارك فيكم. الله يسلمك دكتور عبد الرؤوف. ودنا تكلمنا اليوم عن موضوع مهم في الطلاق، اللي هو نوجه رسالة حق عيالنا: عدم الاستعجال في الطلاق. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا يعني موضوع الطلاق صحيح أنه لابد أن يكون هناك طلاق في بعض الأحوال، لأن الحياة تصل إلى طريق مسدود، لكن هذا الطريق طريق بعيد ليس بطريق قصير، فيجب أن يكون كما يقال آخر الدواء الكي. لا تستعجل، توك متزوج شهر شهرين سنة سنتين إلى 3 سنوات يعني على الأقل. بعد 3 سنوات إذا ما استقامت الحياة في أشياء كبيرة جدا فعلا، مو أشياء تافهة، لا أشياء حقيقية يعني أصبحت مزعجة، أصبحت نكد الحياة عليك وعليها كذا، هني تبدأ تستشير وتفكر وتفكر. لذلك الشرع حتى لما يريد الإنسان أن يوقع الطلاق، وهذه كثير يعني من الناس يجهلها، ترى الطلاق مو هالشكل طق براسك الآن تطلق تروح تطلق، لا، قال لك عندك شروط، في 3 شروط حتى يكون طلاقك ليس محرما، يسمونه الفقهاء طلاق السني، يعني الطلاق الجائز الذي لا يغضب الله سبحانه وتعالى. شنو هذه الأشياء الثلاثة؟ الشيء الأول أن تطلق طلقة واحدة فقط. نعم. ما تجي تقول أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق بالمليون، أو أنت طالق بعدد حبات الرمل أو كذا، لا لا، هذا كله تعدد، هاي تأكيد يعني بيزيد عليها بيقهرها من القهر من والغضب. القهر اي نعم، هذا شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بل مما يسخط الرب سبحانه وتعالى. هذه واحدة. اثنين، حين تطلق يجب أن تكون المرأة طاهرا، ليس عندها العذر الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض. الأمر الثالث أن تطلقها في طهر لم تواقع فيه امرأتك. شوف هذه الأمور الثلاثة لما تفكر فيها وما الحكمة من ذلك، كلها تدعو إلى الأناة، عدم الاستعجال. نعم. فهذا أمر مهم جدا أن تراعي هذه الأمور الثلاثة، فإن خالفت واحدا منها وقعت في الإثم. نعم. تجي عند مسألة والله تحسب عليك الطلقة ولا ما تحسب، معروف خلاف العلماء في هالمسألة، لكن إحنا الآن قاعد ننبهك على أنك ستحصل على الإثم لو خالفت واحدا من هذه الأمور الثلاثة. يعني هذا اسمه الطلاق السني، عشان نبين. أيوة. للمشاهدين. نعم. ان الطلاق انواعه، عندنا الطلاق السني والطلاق البدعي. أيوة. فالطلاق السني مثل ما تفضل دكتور، يريت تبين حديث عبد الله بن عمر. نعم. القصة اللي صارت عشان نوصلها اكثر للمشاهدين. نعم احسنتي. طبعا حديث عبد الله بن عمر يعني معروف انه في الصحيح، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. نعم. فيعني ذهب عمر أبوه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل عبد الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسك. نعم. فليش النبي صلى الله عليه وسلم غضب؟ لأنه طلقها وهي حائض، هذا يسمونه العلماء طلاق البدعي، يعني طلاق عليك فيه ذنب.
بعد الفاصل أعزائي المشاهدين نكمل مع الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف الكمالي حول قضايا الطلاق. أعزائي المشاهدين بعد الفاصل نكمل مع الدكتور عبد الرؤوف الكمالي أستاذ الفقه في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. دكتور عبد الرؤوف تكلمنا الطلاق السني، الطلاق البدعي، الآن لو طلق طلاقا بدعيا. نعم. طبعا أنا معك أن يجب أن يكون الطلاق طلاق سني. حسنتي. وقلنا الطلاق البدعي إذا فقد أحد الشروط الثلاث، يا ريت تبين لها فنسميه طلاق بدعي، لكن هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ علشان يعني إحنا لما نقول نبي نقلل من قضية الطلاق في المجتمع نبين لهم أن هذا الطلاق البدعي شنو حكمه في الشريعة الإسلامية. الحقيقة أن يعني المسائل هذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وخلاف مشهور، وخلاف يعني قوي، ربما يعني يحتاج الأمر إلى تفصيل كبير. لكن إحنا عندنا الآن القانون الأحوال الشخصية الكويتي يعني أخذ بالرأي، وإن كان هو رأي الأقلية إلا أنه أخذ به، وهو أن الطلاق البدعي لا يقع. يعني إذا واحد مثلا طلق زوجته قال أنت طالق 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 أو أنت طالق بالثلاث، فتحسب عليه طلقة واحدة. نعم. ولو أنه طلقها طلقة رجعية، يريت نبين بعد أن هي طلقة رجعية مو بقى، تحسب طلقة رجعية. رجعية نعم. والطلقة الرجعية معناها أنه ما دامت المرأة في العدة، والعدة تحسب من ساعة الطلاق، طبعا لها إلى ثلاث يعني حيض، فيستطيع الإنسان في خلال هذه المدة أن يرجع زوجته. نعم. ولو بدون رضاها، بدون مهر، بدون عقد. هذا ما يعني حكمت به المحكمة، لكن أو يعني تحكم به القوانين عندنا. لكن المسألة يعني خطيرة جدا، لأن الحقيقة في المقابل هناك رأي للأئمة الأربعة رحمهم الله يرون بأن هذا الطلاق يحسب على الإنسان ثلاثا. نعم. فالإنسان الحقيقة ينتبه لهذا الأمر أشد الانتباه. كذلك الأئمة الأربعة يرون بأن الطلاق في الحيض أيضا يحسب عليه وأنه يقع. فالأمر حقيقة خطير. وفي مسائل الطلاق لما الله سبحانه وتعالى يعني ذكرها في سورة البقرة، ذكر أحكام ثم قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذه واحدة. اثنين، أنزل الله عز وجل سورة كاملة اسمها سورة الطلاق، ذكر من أولها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود توجيه أمته، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ذكر أحكام كثيرة. بعدها مباشرة آخر حكم بعد ما انتهى منه قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. شوف التهديد متى جاء بعد ما ذكر أحكام الطلاق. الآن مع الأسف الناس يرفع السماعة ويدق على الشيخ فلان، عجبت الفتوى تمام، ما عجبت دق على شيخ ثاني. لا لا لا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. أنا أنصح بالمناسبة المشاهدين مسائل الطلاق توجه بها إلى وزارة الأوقاف أو إلى المحكمة الشرعية. نعم. هناك يفتونك وتعرف يعني ما هو الحكم الشرعي الصحيح، حتى لا تصبح الأمور محلا يعني للعب. إحنا مش بس العبث، البعض مثل ما ذكرت لك الطلاق البدعي. نعم. ما يهتم لما يطلق الزوجة أو الزوجة حتى تطلب الطلاق أي غضب صار بينهم، يعني ما يهتم في الأمور الثلاثة اللي ذكرتها. حسنت. فيريت تبين أن هذا الطلاق شرعا لا يقع، علشان يعني يتروى الإنسان في قضية الطلاق. نعم. يعني إحنا الآن ذكرنا بالنسبة لوقوع الطلاق فيه الخلاف المعروف بين أهل العلم، لا لكن الراجح عند الفقهاء أن يكون طلاق سنيا يجب، هذا بالإجماع. يعني العلماء اتفقوا لا خلاف بينهم على أنه يجب، أنت واجب عليك شرعا أن تطلق طلاقا سنيا. فإن خالفت طلاق السني تطلقها في طهر، طلقة واحدة لم تواقعها المرأة في هذا الطهر، فإن خالفت
طلقت أكثر من طلقة، أو في الحيض، أو في طهر وقعت فيه امرأتك، فعليك ذنب عند الله سبحانه وتعالى. عندنا أيضا الأقسام الطلاق، هو الرجعي والبائن، يريد تبين لنا الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. الطلاق الرجعي أن تطلقها الطلقة الأولى أو أن تكون الطلقة الثانية والمرأة ما زالت في العدة، نعم، فلك الحق أن تراجعها بدون عقد جديد ولا مهر ولا رضاها، نعم، هذا اسمه طلاق رجعي. إذا انتهت عدتها من الطلاق الرجعي تنقلب هذه الطلقة لتصبح طلقة بائنة، فلا يجوز لك بعد انتهاء العدة، نعم، أن تراجعها إلا بعقد جديد. أما الطلاق البائن يعني هذا مثاله، لو انتهت الطلقة الرجعية بعد العدة. من أمثلة الطلاق البائن مثلا الطلاق بالخلع، لما المرأة هي التي تطلب الطلاق من يعني الزوج. من أمثلة الطلاق البائن أيضا الطلاق للضرر، نعم، إذا طلق القاضي من أجل إضرارك بالمرأة، قدر القاضي أن هناك ضررا كبيرا، هذه طلقة بائنة. طبعا هناك الطلقة يعني البائنة بينونة كبرى، لما تطلق الزوجة ثلاث يعني تطليقات طبعا متفرقة، يعني طلقها وراجعها، بعد فترة طلقها وراجعها، بعد سنة طلقها الثالثة، الآن تصبح بائنة بينونة كبرى، لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تعتد منه وتتزوج زوجا آخر وبدون اتفاق مسبق، حتى لا يصير زواج تحليل، نعم، ويطلقها الثاني أو يتوفى عنها ثم تعتد من الثاني، ويحق حينئذ للأول أن يراجعها بعقد جديد. نعم. أعزائي المشاهدين، نشكر الدكتور عبد الرؤوف الكمالي للتوضيح المهم حتى تكون أسرنا أسرا سعيدة، عسى الله يبعد عن بيوتنا قضايا الطلاق وتستمر الأسرة بسعادة وهناء. تابعوني في حلقات قادمة مع رسائل أسرية.